بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الجزء الثاني الخاص بمراجعة الدروس التي نص عليها الإطار المرجعي المكيف. إذن الأمر الأول هو الوارثون من الرجال والوارثات من النساء. الوارثون من الذكور 14، الابن وابنه، الأب والجد، الزوج، الأخ الشقيق وابنه، الأخ لأب وابنه، الأخ لأم، العم الشقيق وابنه، والعم لأب وابنه. الوارثات من النساء 9، البنت وبنت الابن، الأم، الجدة لأب والجدة لأم، والزوجة، ثم الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. وللإشارة فإن الجد يرث فقط من جهة الأب، أما الجدة فترث من الجهتين، الجدة لأب والجدة لأم. الآن أصحاب النصف، الورثة الذين يرثون النصف: الزوج، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة والأخت لأب. الزوج يرث النصف عند انعدام الفرع الوارث، البنت لها النصف عند انفرادها مع انعدام الابن، أي انعدام المعصب. بنت الابن ترث النصف عند انفرادها مع انعدام الابن وابن الابن الذي هو المعصب. الأخت الشقيقة كذلك لها النصف عند انفرادها بشرط انعدام الأب والجد وانعدام الابن وابن الابن والأخ الشقيق، حيث بعضهم يحجبها والبعض الآخر يعصبها. الأخت لأب ترث كذلك النصف عند انفرادها مع انعدام الأب والجد وانعدام الابن وابنه وانعدام الأخ الشقيق والأخ لأب. الآن أصحاب الثلثين، الورثة الذين يرثون الثلثين: بنتان فأكثر عند انعدام الابن، بنتا الابن فأكثر عند انعدام الابن والبنت وابن الابن، الأختان الشقيقتان فأكثر عند انعدام الأب والجد والابن وابنه والبنت وبنت الابن والأخ الشقيق، ثم الأختان لأب فأكثر متى؟ عند انعدام الأب وانعدام الجد والابن وابنه والبنت وبنت الابن والأخ الشقيق والأخ لأب. إذا المطلوب أن تضبط هذه الأحوال بشروطها. أصحاب الثلث: الأم المتعدد بالإخوة والجد، الأم عند انعدام الفرع الوارث مع انعدام تعدد الإخوة، يعني بشرطين اثنين: المتعدد بالإخوة عند انعدام الأب والجد والابن والبنت وابن الابن وبنت الابن، عند انعدام من يحجبهم من الورثة. الجد إذا كان مع إخوة أشقاء فقط أو لأب ولم يكن معهم من يرث بالفرض، وكان الثلث أحظى له، يعني بكل هذه الشروط. أصحاب الربع: الزوج والزوجة، الزوج عند وجود فرع وارث والزوجة عند انعدام الفرع الوارث، وكل هذا مأخوذ من نص القرآن. صاحبة الثمن، وارثة واحدة هي التي ترث الثمن، وهي الزوجة أو الزوجات عند التعدد، وذلك عند وجود الفرع الوارث، عند وجود الفرع الوارث. أصحاب السدس: الأب والجد والأم والجدة لأب والجدة لأم. الأب يرث السدس عند وجود فرع وارث ذكر الابن أو ابن الابن، الجد يرث السدس عند وجود فرع وارث ذكر، طبعا مع انعدام الأب لأن الأب أولى منه، لأن الأب يحجبه. الأم ترث السدس عند وجود فرع وارث أو تعدد الإخوة سواء كانوا وارثين أو محجوبين، هذا الأمر ينبغي أن نتنبه له. في بعض الأحيان يكون الإخوة محجوبين ومع ذلك ينقلون الأمة من الثلث إلى السدس. الجدة لأب
ترث السدس عند انعدام الأب والأم، والجدة لأم ترث السدس عند انعدام الأم، لأن الجدة لأب تحجب بالأبي والأمي، والجدة لأم تحجب بالأمي فقط. والجدتان إذا اجتمعتا تشتركان في السدس، ولا تأخذ كل واحدة منهما السدس، وإنما تشتركان في الحظ الواحد وهو السدس. إذن تتمة أصحاب السدس، بنت ابن كذلك لها السدس في حالات، في حالة وجود بنت واحدة مع انعدام الابن وابن الابن. إذا البنت الواحدة يكون لها النصف، بنت الابن ستأخذ السدس تكملة للثلثين، لأن البنات لا يتجاوزن الثلثين. إذا كانت واحدة طبعا السدس أكثر السدس، الاشتراك في السدس تكملة للثلثين. الأخت لأب ترث السدس عند وجود الأخت الشقيقة الواحدة مع انعدام الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب. الأخ لأم كذلك له السدس متى؟ عند انفراده مع انعدام الأب والجد والابن وابنه والبنت وبنت الابن. الأخت لأم كذلك لها السدس متى؟ عند انفرادها، عند انفرادها مع انعدام الأب والجد والابن وابنه والبنت وبنت الابن، يعني عند انعدام الورثة الذين يحجبون الأخت لأم. الوارث بالفرد أو التعصيب أو بهما. قال العلامة محمد التاويل: والعصابات عندهم أنواع ثلاثة ليس بهم نزاع. إذا العصابات ثلاثة أنواع لا خلاف في ذلك. فأول ليس له فرض بدا، وحسبه التعصيب شرعا أبدا. إذا الحالة الأولى أن يرث بالتعصيب فقط وليس معه فرض. والثاني ذو التعصيب والفرض معا، لكنه بينهما لن يجمع. إذا الحالة الثانية إما أن يرث بالفرض وإما أن يرث بالتعصيب، لا يجمع بينهما. وثالث بينهما قد يجمع، وتلك حال للعصاب أنفعه. الحالة الثالثة الشخص يرث بالفرض والتعصيب، يعني يجمع بينهما، يأخذ حظا بالفرض وحظا آخر بالتعصيب. فالورثة إذن من خلال هذه الأبيات باعتبار الفرض والتعصيب أربعة أنواع: ورثة بالفرض فقط، ورثة بالتعصيب فقط، ورثة بالفرض أو التعصيب، إما أن يأخذ الفرض وإما أن يرث بالتعصيب. والحالة الرابعة ورث بالفرض والتعصيب معا، يعني يأخذ حظا بالفرض وما بقي بالتعصيب. الورثة بالفرض سبعة من الورثة، سبعة وارثين: الزوج والزوجة والأم والجدة لأب والجدة لأم والأخ لأم والأخت لأم. هؤلاء يرثون بالفرض. الورثة بالتعصيب فقط عشرة من الورثة: الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق وإن علا والعم لأب وإن علا وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزل وإن سفل. الآن الورثة بالفرض أو التعصيب فقط، يعني إما أن يرث بالفرض وإما أن يرث بالتعصيب. البنت قد تأخذ النصف وقد تأخذ الثلثين، هذا بالفرض، وقد ترث بالتعصيب عند وجودها مع الابن. بنت الابن إما أن ترث النصف أو الثلثين أو تأخذ السدس عند وجودها مع البنت، وقد ترث بالتعصيب عند وجودها مع ابن الابن. الأخت الشقيقة قد يكون لها النصف، قد يكون لها الثلثان، وقد ترث بالتعصيب عند وجودها مع الأخ الشقيق. الأخت لأب ترث النصف، ترث الثلثين في حالة أخرى، وترث السدس تكملة للثلثين عند وجودها مع الأخت الشقيقة الواحدة التي لها النصف، وقد ترث بالتعصيب متى؟ عند وجودها مع أخيها المساوي لها في الدرجة وهو الأخ لأب. الآن الورثة بالفرض والتعصيب معا وارثان فقط، وارثان فقط هما اللذان يرثان بالفرض والتعصيب معا، يجمعان بين الفرض والتعصيب: الأب والجد، لأن الجد ينزل منزلة الأب عند انعدامهم.
إذن متى يرث الأب بالفرض والتعصيب معا؟ عند وجود فرع وارث أنثى يأخذ السدس فردا وما تبقى تعصيبا، وكذلك الجد يأخذ السدس فردا وما بقي تعصيبا عند وجود فرع وارث أنثى، طبعا مع انعدام الأب لأن الأب يحجبه أولى منه. الحجب، ما المراد بالحجب وما أنواعه ومن محجوبون حجب إسقاط؟ الحجب هو منع الوارث من جميع الميراث أو بعضه، إما أن يمنع من الميراث كله أو يمنع من بعض الميراث. أنواعه، من خلال التعريف السابق يتبين أن الحجب نوعان وهما حجب إسقاط ويسمى كذلك حجب كلي أو حجب حرمان، وهو منع الوارث من جميع ميراثه لوجود وارث أولى منه، حرمان الوارث من كل الميراث. حجب نقل ويسمى كذلك حجب نقصان أو حجب جزئي، وهو منع الوارث من أوفر حظوظه لوجود وارث آخر مؤثر. إذن هذا ينقل من حظ إلى حظ آخر لكن أقل منه. فأما حجب الإسقاط فلا يلحق ستة من الورثة وهم الابن والبنت، الأب والأم، والزوج والزوجة. لما لا يلحق هؤلاء حجب إسقاط؟ لأنهم أقرب الورثة إلى الهالك، أقرب الورثة إلى الهالك هؤلاء الستة لا يحجبون أبدا حجب حرمان. وقد جمعهم ابن عاصم في تحفته فقال: ولا سقوط لأب ولا ولد ولا لزوجين ولا أم فقط، ولا سقوط لأب ولا ولد ولا لزوجين ولا أم فقط، يعني لا يحجبون حجب إسقاط، هؤلاء الستة لا يحجبون حجب إسقاط، ولكن يدخل عليهم حجب النقصان. أما حجب النقل فهو حجب يلحق الجميع وهو ثلاث أقسام. القسم الأول أن يحجب الشخص أو حجب نقل من فرد إلى فرد أقل منه ويختص بخمسة من الورثة، مثلا الزوج يكون له النصف فيصير له الربع عند وجود فرع الوارث، الزوجة يكون لها الربع فيصير لها الثمن عند وجود فرع الوارث، الأم يكون لها الثلث فيصير لها السدس عند وجود الفرع الوارث أو المتعدد من الإخوة. الحالة الثانية حجب نقل من تعصيب إلى فرد أقل منه ويلحق الأب والجد. الأب سيرث في حالة بالتعصيب، لكن عند وجود فرع وارث ذكر مثلا ينقل من الحجب إلى السدس، هو أقل من التعصيب الذي كان سيرثه لولا وجود الإبن. حجب نقل من فرد إلى تعصيب العكس أقل منه ويلحق البنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة والأخت الأب. إذا البنت قد يكون لها في حالة النصف أو في حالة يكون لها الثلثان، لكن عند وجودها مع الابن ترث بالتعصيب، فيكون هذا الحد أقل من النصف أو أقل من الثلثين، وكذلك بالنسبة لبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. أنواع حجب النقل مع الأمثلة: حجب نقل من فرد إلى فرد أقل منه، نقل الزوج من النصف إلى الربع عند وجود فرع وارث، حجب نقل من تعصيب إلى فرد أقل منه، نقل الأب من التعصيب إلى السدس عند وجود فرع وارث ذكر، حجب نقل من فرد إلى تعصيب أقل منه مثل نقل البنت الواحدة من النصف إلى التعصيب عند وجود الابن. المحجوبون حجب إسقاط، من هم الورثة الذين يحجبون حجب إسقاط حجبا كليا حجب حرمان؟ أولا ابن الابن ويحجبه وارث واحد فقط وهو الابن، ثانيا الجد ويحجب بالأب، ثالثا الأخ الشقيق ويحجب بالابن وابن الابن والأب، ويحجب كذلك بالجد في مسألة شبه المالكية وهي من الحالات الشاذة التي تدرس في السنة المقبلة إن شاء الله تعالى. الأخ الأب يحجبه الابن وابن الابن والأب والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا وجدت مع البنت أو بنت الابن، ويحجب بالجد في مسألة المالكية، هذه كذلك حالة شاذة للإشارة.
فإن الأخت الشقيقة لا تحجب الأخ الأب، ولكن إذا وجدت مع البنت أو بنت الابن تصير الأخت الشقيقة وكأنها أخ شقيق، ومعلوم أن الأخ الشقيقة مقدم على الأخ الأب، فتحجبه بهذا الاعتبار. ابن الأخ الشقيق يحجبه لابنه، وابن لابني، والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب، والأخت الشقيقة أو لأب إذا وجدت مع البنت أو بنت الابن. ابن الأخ لأب يحجبه لابنه، وابن لابني، والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب، والأخت الشقيقة أو لأب إذا وجدت مع البنت أو بنت الابن، ويحجبه ابن الأخ الشقيق. العم الشقيق يحجبه 10 من الورثة، لابنه، ابن الابني، الأب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخت الشقيقة أو لأب إذا وجدت مع البنت أو بنت الابن، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. والعم لأب يحجبه لابنه، وابن لابني، والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب، والأخت الشقيقة أو لأب إذا وجدت مع البنت أو بنت الابن، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق. ابن العم الشقيق يحجبه لابنه، وابن لابني، والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب، والأخت الشقيقة أو لأب إذا وجدت مع البنت أو بنت الابن، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب. وابن العم لأب يحجبه لابنه، وابن لابني، والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب، والأخت الشقيقة أو لأب إذا وجدت مع البنت أو بنت الابن، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق. أما الأخ لأم فيحجبه الأب والجد والابن والبنت وبنت الابن وابن الابن، 6 من الورثة. الآن المحجوبات من النساء ومن يحجبهن. بنت الابن تحجب بالابن، وتحجب كذلك بالبنتين فأكثر لاستكمالهن الثلثين، إلا إذا وجد معها ابن الابن الذي يعصبها. عند وجود البنت أو بنت الابن مع ابن الابن مع بنتين فأكثر لا تحجب. لماذا؟ لأن ابن الابن، لأن ابن الابن يقويها فترث بالتعصيب، ولذلك يسمى الأخ المبارك. يعني كان يمكن أن تحجب من الميراث، ولكن وجوده جعلها من الوارثين. الجدة لأب تحجب بالأبي والأمي، والجدة لأم تحجب بالأمي فقط. الأخت الشقيقة تحجب بالابن وابن الابن والأب، وتحجب بالجد في مسألة شبه المالكية، وهي مسألة من مسائل الشواذ. الأخت لأب تحجب بالابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا وجدت مع البنت أو بنت الابن، والأخت وتحجب بالأختين الشقيقتين بشرط انعدام الأخ لأب، وتحجب بالجد في مسألة المالكية وهي من الشواذ الست. أما الأخت لأم فهي مثل الأخ لأم، تحجب بالابن والبنت وابن الابن وبنت الابن والأب والجد. الآن ننتقل إلى ميراث الأزواج. دليل ميراث الزوجين قوله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. إذن هذا نص واضح وجلي وبين يوضح ميراث الزوجين. قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، أي للزوج نصف الميراث إن لم يكن لزوجته ولد منه أو من غيره. فإن كان لها ولد من هذا الزوج الذي يرثها أو من زوج آخر مات عنها أو طلقها، فللزوج الوارث الربع مما تركت هذه الزوجة، وللزوجة ربع المال الذي تركه زوجها إذا لم يكن له ولد منها أو من زوجة أخرى غيرها. فإن كان له ولد منها أو من غيرها فلها الثمن. وعند تعدد الزوجات يشتركن في الحظ، في الربع عند انعدام الفرع الوارث، وفي الثمن عند وجود فرع وارث. فائدة: لا تقسم تركة الزوج
الميت إلا بعد وضع زوجته الحامل حملها. لما؟ والجواب: من أجل التأكد من حياة الجنين، فقد تضعه الحامل ميتا فلا يستحق الميراث ولا يؤثر في غيره. الأمر الثاني لمعرفة جنسه، إذ حظ الوارث الذكر مختلف عن حظ الأنثى. الأمر الثالث لمعرفة العدد، هل هو واحد أم متعدد؟ أحوال ميراث الزوجين حسب النص القرآني السابق. إذن الزوج له حالتان: النصف عند انعدام الفرع الوارث، الربع عند وجود فرع وارث. الأمر واضح وجلي. الزوجة لها الربع عند انعدام الفرع الوارث، والثمن عند وجود فرعين وارث. ميراث الأولاد. دليل ميراث الأولاد قوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. إذن هذه الآية ذكرت ثلاث حالات للأولاد في الميراث، وهي أن يترك الهالك أولادا ذكورا وإناثا، ففي هذه الحالة يكون الميراث بين الذكور والإناث بالتفاضل، للذكر مثل حظ الأنثيين. الحالة الثانية أن يترك الميت بنتا واحدة ليس معها أخ ذكر، في هذه الحالة يكون لها النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف. الحالة الثالثة أن يترك الميت بنتين فأكثر ليس معهما أخ ذكر، في هذه الحالة يكون لهما أو لهن الثلثان. قال جمهور العلماء: البنتان لاحقتان بالبنات، لأن النص إنما تحدث عما فوق اثنين أو فوق اثنتين، فقالوا البنتان لاحقتان بالبنات فلهما الثلثان إذا انفردتا عن البنين، كما أن البنات لهن الثلثان كذلك. وقد جمع ابن الشرال الأندلسي رحمه الله في منظومته حالات ميراث الابن وابن الابن فقال: فالجمع في انفراده للمال، والقسم بالمثل مع الأمثال، وقسمه مفاضلا مع الإناث، وفي المبقى بعد ذي الفرض الثلاث، ومثله ابن الابن في حالاته، واعتمد الإجماع في إثباته. فالجمع في انفراده للمال، والقسم بالمثل مع الأمثال، يعني إذا كان واحدا لابن أو ابن الابن، إذا كان واحدا، إذا كان منفردا يأخذ المال كله، يحوز المال كله. والقسم بالمثل مع الأمثال، يعني يقسم بالتساوي مع إخوته الذكور، وقسمه مفاضلا مع الإناث، إذا كان الابن مع البنت، إذا كان ابن الابن مع بنت الابن يقتسمان الإرث بالتفاضل، للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي المبقى بعد ذي الفرض الثلاث، يعني في حالة وجود ورثة بالفرض يأخذون ما تبقى طبعا بالتفاضل. ومثله ابن الابن في حالاته، يعني ابن الابن في الميراث كالابن، واعتمد الإجماع في إثباته. يعني إذا كان دليل ميراث الابن هو نص القرآن الكريم، فإن دليل ميراث ابن الابن هو الإجماع، هو الإجماع، فابن الابن ينزل منزلة الابن عند انعدام الابن. ثم بين رحمه الله حجاب ابن الابن الثلاثة فقال: وحجبه بابن أو ابن ابن على عنه أو الفرض إذا ما استأصل. إذن المراد أن ابن الابن يحجب بالابن، ويحجب ابن الابن الأسفل بالأعلى، ويحجب ابن الابن بالفرض المستغرق. إذن إذا وجدنا ابنا، إذا كان في مسألة ابن ثم ابن ابن وبعده ابن ابن ابن، فإن ابن 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 محجوب بابن الابن، وابن الابن يحجب بالابن، وهكذا. أحوال ميراث الأولاد حسب النص القرآني السابق: الابن له حالة واحدة على الإجمال وهي التعصيب، إذا كان لوحده أخذ جميع المال أو الباقي عن أصحاب الفروض، هذا عند الانفراد. التعصيب مع اقتساب الجميع أو الباقي بالتساوي، هذا عند وجود إخوته الذكور معه. التعصيب مع اقتسام الجميع أو الباقي بالتفاضل، عند وجود أخواته الإناث معه. البنت لها ثلاث حالات: التعصيب والنصف والثلثان. التعصيب عند وجودها مع أخيها المساوي لها في الدرجة
الذي هو الابن، النصف إذا كانت واحدة مع انعدام المعصب الذي هو الابن، والثلثان عند التعدد مع انعدام الابن. أحوال ميراث أولاد الأبناء، أولاد الأبناء توريثهم بالإجماع كما تقدم، تنزيلا لهم منزلة الأبناء عند انعدامهم. إذن ابن الابن كذلك حالة واحدة هي التعصيب، لكن مع هذا التفصيل، يأخذ جميع المال أو الباقي عن أصحاب الفروض عند الانفراد، يقتسم الجميع أو الباقي بالتساوي عند وجوده مع إخوته الذكور، يقتسم الجميع أو الباقي بالتفاضل عند وجوده مع أخواته الإناث، يعني بنات الابن. البنت لها أربع، أو بنت الابن لها أربع حالات، يعني هي حالات البنت بالإضافة إلى حالة رابعة. حالات البنت الابن هي حالات البنت بالإضافة إلى حالة رابعة التي هي السدس. الحالة الأولى التعصيب عند وجودها مع الابن، الحالة الثانية النصف عند الانفراد مع انعدام المعصب، الحالة الثالثة الثلثان عند التعدد مع انعدام المعصب، والحالة الرابعة السدس تكميل الثلثين عند وجودها مع البنت الواحدة مع انعدام المعصب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى.